هذا السائل يقول: لقد قمت بأكثر من ناقض من نواقض الإسلام، كيف تكون التوبة؟ وهل يلزم النطق بالشهادتين ثم التلفظ بالرجوع من هذه الذنوب مع الندم ثم الغسل؟ وهل هناك صياغة للتوبة وما شروط التوبة؟ لا بد من النطق بالشهادتين، كنت ارتكبت ناقضا من نواقض الإسلام فإنها تجب عليك التوبة، وذلك بالنطق بالشهادتين. وإن كانت الردة بجحد شيء من أركان من أمور الدين، من المعلوم من الدين بالضرورة، فإنه مع النطق بالشهادتين يعترف بما جحده.